السلام ومرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. إن شاء الله يا ربي تكونوا هنيين ومتهنيين وتكونوا بصحتكم. فيديو اليوم هتعجبوا معايا. نهارين كنعود قاعدة في الدار، مانيش خدامة برا، راح ندير بعض التحضيرات تاعي للشتا بعد ما سقيت النوارة تاعي. هذا الروتين راهو في العشية بداكم، في العشية بعد ما سقيت النوارات وخليتهم يسقطرون بعد نحطهم في بلاصتهم، راح ندير معاكم هاد لي بول دينيرجي اللي ملاح بزاف، يعطيكم قوة وطاقة ليكم ولوليداتكم. صراحة كليتهم غير وحدي، بناتي ما يحبوني جوز ني عين بقرة ني زبيب. الكمية تاع العين بقرة والزبيب تخلطوا، لا تعدوا لا عدوا تحبوا زبيب اكثر من العين بقرة، اديروا زبيب اكثر من العين بقرة. المهم لي زانغغيديون خليتهم لكم على اللون، خليهم يتشمخوا في شويه تاع ماء حتى يطراو، من بعد نصفيهم نرحيوهم. انا ريحه الجوز هو الاول كيما شفتوني ريق، ومن بعد باش ريحه العين بقرة والزبيب مع بعضهم زدت لهم سكر فاني، وبعد ما تخلطوا مليح زدت لهم الجوز والقرفة والرشه تاع الملح والكاكاو، الكاكاو هذاك اللي مر. بعد ما تخلطوا مليح كما راكم تشوفوا راح نزيد لهم شويه عسل حر، تحبوا تزيدوا تحبوا ما تزيدوش، حبيتوا تخليوه هكاك خليوه هكاك، حتى سكر فانيلا لما تحبوش ما ديروش. راح تلقاوها كي شغل طريه شويه، حطوها شويه في الفريجيدار حتى ترتاح شويه. من بعد كورتها درتها كويرات، راهم صغيرين خلاص ما راهمش كبار. دوبت شويه تاع الشوكولا، هذيك الشوكولا فيها 70% تاع الكاكاو وفيها لوكو تاع تشينا، جات معاها روعه. دوبتها في الباماغي زدت لها شويه تاع زيت برك مش بزاف، ودرت كعبات بالشوكولا ومن فوق درت لهم شويه تاع بيستاش، والكعبات الاخرين انا نحب نوات كوكو درت لهم نوات كوكو، خليتهم ينشفوا وخبيتهم. ما تاكلوا بالصحه صدقوني، كعبه مرا اختها عجبوني ياسر، جربوهم ورجعوا لي بالخبر. وكلنا نعرفوا الفوائد بزاف تاع عين بقرة ولا البرقوق هذاك المجفف، فوائد كبيرة تاع البرقوق تاع الزبيب تاع الجوز، كلش فيها صحي. كيما قلت لكم السكر فانيي تحبوا ما ديروش ما ديروش، مش محتم. انا درت خاطر نحب ريحة لافاني. هنا بعد ما كملت لي بول دينيرجي تاعي رحت للي بلونت اللي كنت سقيتهم خليتهم سقطر باش نرجعهم لبلاصتهم. اوكي كملت، دخلت طول الكوزينه كانت عندي واحد الكعبه تشينا، حشاكم يعني حاشا نعمه ربي ما فيها حتى جو، حتى مجي تاعها ماهوش بنين. قلت هيا خلي روح نجففها نسحقوها نزينو بها الكاطو، ولا حتى نزينو بها هكا شمع مع فصل الشتاء، يعني كيما تعرفوا ودوم الحوايج يعطيونا هذاك الدفء فصل الشتاء. زدت معاهم كعبه قارص، كنت راح ندير معاهم تاني الكيوي نجففه، من بعد جاني طري بزاف ما حبيتش. درت كي شغل سيرو، كيلت نص كاس سكر نص كاس تما ومعاها عصره تاع قارص حطيتهم يغليو، ومن بعد نغطسوا فيهم لي ترونش تاع تشينا اللي نكونوا قشرناهم ارقاق خلاص. سيرو دا تقدروا ما ديروهش، علاه نديروه باش يمد هذيك اللمعه المليحه اللي ترونش هذوما، باش من بعد كي يتجففوا راح يجيونا ملاح. كي نكملوا هكا نحطوهم في الفور يسخون على 90 درجه، هما لازم تلهم سخانه قليله خلاص، شعلت لهم من الفوق ومن تحت، وكل مره نقلبوهم كيما هكا. بصح احسن طريقه اذا عندكم شوفاج تفرشوا بابي كويسون وتفرشوهم فوق شوفاج وتغطيو عليهم، وكل مره تقلبوهم. هنا لازم تحطوهم 90 درجه كيما قلت لكم من الفوق ومن تحت وتنساو عليهم خلاص، يقدروا يديو لكم حتى زوج سوايع. انا خليتهم حتى الغدوه صباح باه كملتهم حطيتهم فوق الفور باه تجفوا لي مليح.
في نهار تاني كيما قلت لك ما كنتش خدامه، نوض صباح فطرت البنات وراحوا يقراو، وبعد ما فطرت وجدت حوايج درت لاصوص طوماط لاصوص بولونياز وجدتها، وجدت لاصوص بيشاميل، كانت عندي الدقله نحيت لها العلفه وجدتها خطر كيما قلت لك مره نوجد الشتاء، ورحت قضيت كانت ناقصتني حوايج مكرونه رحت جبتها وراكم معايا. كيما رجعت كيما قلت لكم هاي الدقله هنا حطيتها تفور باه نرحيها ونديرها غرس، نوجدها ديما كيما هك وتجي بنينه تهبل وتجي طريه، وكي تطيبوا اي حاجه بالدقله تجيكم بنينه. بعد ما تفور نحط لها شوي قرفه ججلانيه شوي زبده مزهر، ومن بعد نرحيها كيما راكم تشوفوا كيما هكا، نخليها تدفى ونحطها في ساشيه تاع بلاستيك ونخبيها نورمال في الفريجيدار مش في الكونجيلاتور. في الفريجيدار كي نعرف روحي باللي راح نخدم بها يعني مش راح نطول بها، نخليها في الفريجيدار لو شفت روحي راح نطول نحطها في الكونجيلاتور. عديت كان عندي تانا شويه تاع فلفل حلو كيما قلت لكم، نحب الطرشي في الشتاء نحبه يكون حامض هكا ويطرشك، بصح هذايا راهو فلفل حلو ماهوش فلفل حار، غسلته كيما هكا ونقيته باش ندير به الطرشي. لا غوسات دوك نخليها لكم في الانفو بوكس اللي هو صندوق الوصف، راني درتها معاكم قبل. كيف كيف تانا جبت شويه كرموس راني نغسل فيه باش نديرو بالزيت زيتونه، كيما على بالكم الشتاء لازم تلها مناعه قويه خاطر نصدر بزاف، انا واحده من الناس نصدر بزاف الكرموس والزيت زيتونه هو الحل. انا كنت قبل ناكله على الريق درك عدت ما نقدرش ناكله على الريق صراحه ما نكذبش، عدت ناكله حتى على 10 الصباح هكا كي نعود قاعده ولا ساعه ساعه لوحك عايبه في فمي. درك هاو بعد ما غسلت الفلفل الحلو نحلوه كيما هكا في النص ونحطوه في البلاره، نقصوا لي طرونش تاع سيترون نحطوهم له، نحطوا سنينات تاع الثوم والملح، وندير نصها خل ونصها ماء، وعلى الاخر ندير شويه زيت لغسات دوك نحطها لكم في الانفو بوكس. وبعد ما حطيت الزيت راني كملته كيما راكم تشوفوا وجدتوها، نقفل البلاره ونحرك هيك شويه باش الملح هذاك يدوب شويه، ومن بعد نحط لاداتو كتهدرتو خاطر يقعد 12 يوم ويوجد هكا. انا حطيت لادات هنايا قلت لكم انا كي رحت جبت انا القضيه جبت درت هنايا اعشاش طلياتالي في الفور لا غوسات كيف كيف دوك نخليها لكم في صندوق الوصف. زدت زينتها من الفوق برويشات تاع حبق كيما شفتوني، راني قلت لكم وجدت لاصوص بولونياز ولا بيشاميل قبل ما نخرج صباح يعني باش كي نجي نلقى كلش واجد، زدت لهم كيما هكا خويه تاع زيت زيتونه ونغطيو عليها نحطوها تطيب في الفور، وكان هذا هو غدايا. حطيتها تطيب في الفور وفوقها راهي كانت تشينا والقارص هذوك خليت نزيد يشيحوا مليح، وكان هنايا فار الكرموس شوفوا كيفاه ولا طري، دوك نحطه في البلاره تاعو باه ندير له زيت زيتونه. وهدم من بين الحوايج اللي ديما نحب نوجدها من الفصل الشتاء وراني نوجد كميات قليله باش كيفضوا نزيد ندير مره خلاف خاطر ما نحبش ندير حوايج
يقعدوا يطولوا باش ناكلوهم. نحب ناكلك حاجه ديما جديده. ها هما تاليا تاليا تاعي تابو وشرشم تاعنا عظمات. كي يكونوا عندكم العظمات صغارين هذيك يجيو خير وخير. راهي تتكلم العظام المشرشمين كي شغل العش تاع الفرخ وفوقه العظمه. وسقيت انا كيما ديما نقول لكم راني نتغدى قبلهم خاطر هما يطولوا باه يجيو وانا نجوع ما نجمش نصبر. العشيه واش نقول لكم، رشقت لي على طريف تاع كروكون. شكوني ما يحبش الكروكون؟ وانا نحب نكثر فيه الزبيب. هاي الغسيل اللي نخدم بيها انا. تبقى الفارينه حسب العظام سما كان كانوا صغار ولا كبار، وحسب الفارينه تانا تشرب ولا ما تشربش. المهم باش يجيكم الكروكون تاعكم خفيف ما لازمش تيبسوه خلاص. دوك نعطيكم العجينه بعد ما تخلط العظام شويه، زدت لهم السكر طلعوا مليح، زدت لهم الزيت، ومن بعد بديت نحط في الفرينه بالعقل. حطيت زوج كيسان الاولين وبقيت نشوف معاه، زد حطيت الكاس الثالث مع خميره الحلوى بيان سور، ومن بعد زدت لحقت الكاس الرابع. ودوك تشوفوا القوام تاع العجينه كيفاه لازم يكون كويس تا كابوتشينو بالكروكون. ما نحكي لكم شكوني كيما انا يحبوا. راني كترت فيه كيما قلت لكم زبيب، نحب كي ناكل هيك طيح في فمي كعبه تاع زبيب. هنا هاني زدت الكاس الرابع تاع الفارينه، ودرك نعطي لكم القوام تاع العجينه كيفاه لازم يكون. على بالي الناس كل تعرف دير الكروكون، حبيت نفيدكم برك. رشقت لي عليه حقيقه، عندي بزاف ما طيبتوش في الدار. هاي العجينه كيفاه لازم تكون. حطيت البابي كويسون فوق البلاطو ودرت شويه زيت في يديا وشكلته كيما هكا. وباش تجي ريحته مليحه تانا في الفور كيعود يطيب ويتحمر لكم من الفوق، انا ندير عظمه ومعها شويه تاع الكاكاو. الكاكاو هذاك المر ندهنهم كيما هكا من الفوق، نحطو لهم كيما تحبوا نتوما. انا حطيت السكر هذاك الخشين والسكر هذاك نورمال نشربوا به الحليب. وزدت انا قلت تشينا، يعني كما قلت لكم من الصباح طيبت فيها هذيك المكرونه، بقى الفور ينشف فيها روعه. وزدت خليتها كيما هكا، زدت نشفت مليح كي كان قاعد يطيب هذاك الكروكون روعه. احسن طريقه بالنسبه لي حطوها فوق الشوفاج خير، راح تتجفف خير تشينا في الوقت تاع الكروكون راه يطيب. زدت دورت على البنات شفت القرايه تاعهم، عاونتهم شويه هكا في القرايه، ورجعت للكروكون تاعي لقيتو طاب قصيتو وعاودت قلبتو. انا نشتي نحمرو من الفوق ومن التحت باش يجيني يقرمش ويجيني شغل نحسو طيب مليح. ما نحبوش كيما هكا ابيض من الداخل انا، وكل واحد كيفاه يحب يدير. حطيته يتحمر في الفور ورجعت نخبي تشينا. شوفوا كيفاه تجففت، جات روعه. حاجه باهيه هكا صدقوني، روعه روعه، عجبتني ياسر انا. كيما قلت لكم تقدروا تزينوا بها الكاطو. شوفوا هذيك اللمعه كي ديروا الماء والسكر، شفتوا كيفاه تجيك شغل تبريه هكا. اللي ما يحبش يدير الماء والسكر ما يديرش، مش محتم. نخبيوها، نقدروا حتى نزينوا بيه نورمال. والحمد لله كملنا الكروكون. حبيت انا نعتلكم هذوكم لي بول دينيرجي، شوفوا محسوب الله يبارك كملتهم غير انا، صدقوني بنه عظيمه. ودركا راح نخليكم ونقولكم الفيديو تاعي راهو قرب يفض. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ونقولكم انا تهلاو في رواحكم وبزاف بزاف في صحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله ديما في ساعات الخير. هنخليكم مع لا تحزن مع ايمان عجيسي، صوتها روعه. لا تحزن على فوات الأشياء، هناك أشياء
كان ينبغي لها أن ترحل إلى الأبد، وهناك أشخاص كان ينبغي لهم منذ زمن أن يعودوا غرباء، وهناك مواقف مريرة كانت لابد أن تمر عليك لتصبح أقوى في مواجهة غيرها فيما بعد، وهناك فرص لابد وأن تضيع لأنها لو لم تضع لضعت أنت، وهناك أيام لابد أن تقسو عليك حتى تعلم قيمة الأيام التي سوف تحنو عليك. لا تنظر لكل ما كان مرا على حقيقته، بل انظر إليه على ما أدى إليه وما غرس فيك من بعده وما أنقذك من الوقوع فيه وما فتح لك من أمور.